بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم؟ مساكم بخير. اليوم حبيت أشرح لكم برنامج صغير وبرنامج مفيد، اللي هو تيم فايبر، اللي هو عن طريقة مثلا الشخص اللي هو اللي فاهم في الكمبيوتر راح يقدر يدخل عليك ويصلح لك المشكلة اللي عندك اونلاين، مو لازم يعني تودي الجهاز عنده. تمام. في حالة انه مثلا المشكلة مثلا في برنامج، مشكلة في يعني اخطاء في النظام او شيء، ممكن يعني عن طريق البرنامج هذا يقدر يدخل على جهازك ويصلح لك الجهاز اونلاين، يعني بدون ما تحرك الجهاز من مكانه وانت بدون ما تحرك مكانك. أول خطوة راح نسويها إن نحمل البرنامج من وين؟ حلو، ندخل على جوجل كالعادة، نكتب في جوجل تيم. هذا أول شيء ما شاء الله، أول ما كتبت تي إي طلع لي أول رابط تيم فايبر، هذا تيم فايبر أول رابط، بعد اللي هو الموقع الرسمي، هذا الموقع تيم فايبر. أوكي، بعضكم بيقول ليش ما دخلت يعني على طول رابط تحميل او شيء، لا يعني كيف اقول، يعني بعض الناس يعني الافضل يعني كل ما كان شيء اصلي كل ما كان امانة احسن. حلو، النسخ الثانية احيانا تكون معدلة او شيء، يعني مو ما استعملها صراحة. المهم ابدأ استخدام الاصدار الكامل لانه مجاني، نضغط هذا يبدأ التحميل عندنا. راح أحطه على سطح المكتب. أوكي، بسم الله نسوي بدأ التحميل. تحمل هذا، هو هذا تحمل عندي. تمام، راح أسوي فتح، راح أحط أول شيء اختار ما الذي يقولك. مرحبا بك، المهم ما الذي تفضله، تثبيت أو قم بتثبيت جهة التحكم في هذا الكمبيوتر عن بعد في وقت لاحق، قم فقط بالتشغيل. حط تثبيت. كيف تريد أن تستخدم برنامج تيم فايبر؟ استخدام شخصي غير تجاري، شيء طبيعي، لأن استخدام الشركة اللي هو استخدام في شركة تجاري راح يطلب منك فلوس وشيء، لكن كذي استخدام شخصي غير تجاري راح يكون مجاني بإذن الله مدى الحياة. نسوي قبول وإنهاء، ننتظر لما يخلص. خلص الحمد لله. حلو، الحين لو دام البرنامج فتح لنا بهذه الطريقة، هويتك ظهرت لك، ظهر لك أرقام بهذا الشكل، ثلاث خانات كل خانة ثلاث أرقام. تمام، كلمة السر هذه عن طريق هويتك هذه تنسخها تعطيها الشخص، مثلا الشخص اللي زبا يدخل على جهازك. اوكي، بعدين خيارات هذه نسخ، نسخ يقدر يدخل على جهازي عن طريق هذه هوية وهذه وهذا الباسورد. طيب فرضنا ان الحين هو دخل وخلص وانا ما اريده مثلا يدخل مرة ثانية، شو بسوي؟ راح يعني افتح البرنامج، هذا هو مفتوح عندي، اضغط خيارات، مو خيارات، السهم هذا اللي عندك كلمة السر، اضغط عليه انشاء كلمة سر عشوائية جديدة، اضغط عليه اتغير الباسورد، اتذكر الباسورد هنا كان هذا والحين صار هذا. هو الحين اذا حاول يدخل على جهازي ما راح يقدر، ليش؟ لان هذا الباسورد
اتغير ان شاء الله كل شي بيكون اوكي. طيب فرضنا الحين انك تبغى تدخل انت على جهاز احد اخر عند البرنامج تيم بيور. تيم بيور طبعا لازم شيء يعني شيء اكيد انه لازم يكون في عند الطرفين، تمام؟ انا ما عندي حد صراحة اقدر عليه يعني كذي بدون، فشو بسوي؟ في شركة تيم بيور مسوية تجربة يعني عشان تتأكد بأنه شغال أو لا. اكتبها هنا 3 4 5، سوي الاتصال بالمشارك، راح يكتب لك باسورد هني 6 2 8 9، 6 2 8 9، تسجيل الدخول. فتح هذا كيف اقول يعني كمبيوتر وهمي، مو كمبيوتر يعني من الشركة نفسها، شركة تيم فايبر، شركة البرنامج موفرته عشان يعني تتأكد هل البرنامج انك شغال عدل وشغال يعني حلو جدا. ها هذا الرسام الساحة، واللون يعني بالطريقة هذه راح يكون البرنامج. انترنت اوكي. اذا كنا دخلنا على جهاز اخر يعني مو هذا مو التجريبي، جهاز اخر جهاز صديق او شيء، راح يظهر لنا هنا نقل ملفات. كليك نقل، اول شيء نختار نقل ملفات عن طريق مثلا واحد ننقل ملف وورد، صورة يعني مقطع صغير، صوتي، فيديو، راح نقدر ننقل اي شيء. بس يعني طبعا احنا ما راح نقدر يعني ما راح ندخل على جهازنا او ندخل على اجهزة ناس ما نعرفهم، ويعني فدائما لازم يكون في ثقة بين الشخص اللي بيدخل عليه او اللي بيدخل عليك، في ثقة بينكم، تمام؟ عموما هذا هو البرنامج باختصار، واسمحوا لي إذا طولت عليكم، يعطيكم العافية على المشاهدة، وأتمنى سبسكرايب منكم يا جماعة الخير، وربي يحفظكم في أمان.